يا هلا ويا مسهلا فيكم، وعلى طول الزبدة حاعطيكم. الأهلي، الأهلي مشكلة كبيرة، الأهلي جمهوره قاعد يعاني، مو عارف المشكلة من فين. الكل قاعد يقول الإدارة، في صوت بيقول لا اللاعبين، احنا ما احنا عارفين، حننزل لصوت الجمهور وننزل ناخذ آراءهم ونعرف رأيهم فين. المشكلة هل هي من الإدارة ولا المشكلة من اللاعبين؟ تصريحات مهمة كانت من رئيس النادي، تصريحات من مدير الفريق السابق، الآن رأي الجمهور هو الفيصل. عملت تقرير كامل عن التزامات النادي الأهلي، حجم الالتزامات يمكن اللي كانت في الفترة السابقة، وحقيقة كانت التزامات كبيرة جدا. تخفف المشاكل المالية. المالية، يعني لو بتجيب مدافع تجيب مدافع. دفع مالي أكثر ما هو رياضي. أها أها أها، لحظة لحظة، الإدارة هدفها مالي أكثر من رياضي؟ هذا اللي شفته. اللي ظاهر لنا أنه اللي بيحصل في الملعب سيء، سيء جدا، يعني ما تدري هل هو انهزامية نفسية اللاعبين، هل هو عدم رغبة من اللاعبين في الإنجاز والوصول للمنصات، هل خلافات موجودة في النادي. لكن اللي بيهمنا هو اللي في الملعب، واللي في الملعب سيء. لا في تعاون جيد بين اللاعبين، ولا في وضوح للخطة، هل المدرب مقصر أو هم ما عندهم رغبة في التنفيذ، ما هي واضحة الأسباب. ما في تفاهم، ما في تفاهم بين الإدارة، اللعيبة ما يبغوا الإدارة، والإدارة ما هي قادرة تتفاهم مع اللعيبة. أنا فعلا أشوف أن اللعيبة ما هي قاعدة تعطي، وأحيانا يرموا المشاكل على الإدارة. يعني أنا ما أبغى أذكر أسامي لعيبة، بس فيه لا يعني في لعيبة يتقاضوا مبالغ جبارة، لكن ما يعطي ولا 5 ولا 10% من اللي كان يعطي السنة اللي راحت واللي قبلها. الصراحة فريق الأهلي وضعه غريب جدا السنة هذه، فشفنا تصاريح يعني زي ما تقول زي العويس والسومة كانوا ينتقدون الإدارة، والإدارة كانت بعيدة عن اللاعبين. احنا ما ندري كجمهور، لكن وضع الأهلي ما يسر، نتمنى له إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله والمواسم القادمة يكون أفضل من كذا بكثير. رئيس النادي باختصار هو السبب الأول والأخير، يعني ما يجمع الجمهور وإدارة ومدرب ونائب الرئيس على نفس الخط الواحد، إلا هو السبب الرئيسي. يعني حتى مقابلاته يعني اللي يسويها مع أكشن الدوري ومو أكشن الدوري مع وليد الفراج، يعني كله يحاول إنه يبعد السبب عنه، ما يشيل أي حاجة. فالأول والأخير يعني مشكلة الأهلي في المدرب، يعني لا في الرئيس، لا مدرب ولا لعيبة ولا أي حاجة. لو مرت الفترات هذه على الأهلي نفس الأسماء مبدعين يعني إلا السنة هذه، والسبب الرئيسي كله في الإدارة. يعني الأهلي عنده لعيبة ممتازين كل شيء، عنده مدرب هو بطل الأول، ولكن في هناك أشياء ما أنت خفية في الأهلي، وأعتقد أنها إدارية. بالنسبة للنادي الأهلي الرئيس، النادي الأهلي أكبر من حجمه للأسف، فبدأ الأهلي من الناحية الإدارية عندهم لخبطة كثيرة جدا صراحة. أما من ناحية اللاعبين فالأهلي يولد فيه طاقم لاعب سواء في الميدان أو في خارج الميدان في الاحتياط. كل نادي يحتاج إلى كبير، كبير يقود المرحلة. صراحة يعني ما أقدر أحمل أي واحد صراحة، لكن أنا أفكر أن اللاعبين حملهم ترى 40%. الرئيس ما عنده ميزانية، على قد ميزانيته بيتكلم وبيدعم بيحاول انه يواسي، لكن اللعيب ما شوف في روح، ما في شيء. يعني انا ماني بشايف الاهلي يعني الروح. لما انت تقول مهر الدوري ومهر الدوري، يا اخي قدم شيء في الملعب عشان انك نقول لك معلش. لكن انا شايف لاعبين الاهلي بصراحة احنا نحترم كجمهور، لكن ما شوف فيه يعني ما في روح، ماني شايف روح في الملعب صراحة. في لاعبين الاتحاد قبل سنة سنتين عانوا في نفس الموضوع ذا، ولكن رجع قدموا شيء. لكن والله الأهلي أنا أهلاوي، لكن ألوم اللاعبين صراحة، أحمل مسؤولية اللاعبين. أما الرئيس ما عنده داعم، وعلى قد ميزانيته ما إيش بيسوي. اللاعبين قاعد يتطاولون ويتكلمون بزيادة، مثلا السومة قاعد يقول مهر الدوري هو العويس. يعني العويس يمكن أعطيه حقه لأنه هو يلعب من جد ويلعب من قلب ويلعب من روح، لكن السومة ما قاعد يعني السومة عطيناه مدحنا لين ما خلى 30 مليون الحين وفحط فيها. يعني صراحة الجزء الأكبر الإدارة، المدرب ما جابوا محترفين كويسين، والجزء الباقي اللاعبين.
سبب المشكلة على أكثرية اللاعبين، لأنه ياما أندية يعني صارت مشاكل كبيرة للإدارة، بس اللاعبين كانوا رجال في الملعب وقد المسؤولية. واحنا على لعيبه الاهلي المحترفين صراحه نحسد اللعيبه المحترفين اللي عندهم يعني بالنسبه للانديه الثانيه، بس الاداره مهما كانت مشاكل الاداره ما توصل انه اللاعبين باين في استهتار، سواء عدم استلام رواتب، في تصريحات اللاعبين تصريحاتهم صار المفروض يكونوا يعني ارقى من كده، كيف كده فلوسهم حياخذوها، اذا ما اخذوها بالذوق حياخذوها بالقانون. خلصنا التقرير وخلصنا التغطية، إلا إنه ما وصلنا لإجابة محددة، الكل ما زال منقسم، ناس بتقول الإدارة وناس بتقول اللاعبين، الرأي لكم والصوت لكم، كونوا معنا في جريدة المدينة، صوتكم قلمنا.